أنا بس بقول لإخواننا المتقاعدين، حنا معاكم قلبا وقالبا، وهذه مهيب أول ولا آخر حلقة نتحدث فيها عن معاناتكم وعن مطالبكم. بدأنا وسنستمر إن شاء الله في الحديث عن مطالبكم وعن معاناتكم، بحيث يكون برنامج صوت لكم إن شاء الله. فنحن معكم قلبا وقالبا، ونعرف أنه فيه مطالبات كثيرة عندكم، ونعرف أن في مشاكل كثيرة، لكن الله يعين إن شاء الله صوتنا سيصل للمسؤولين ويسمعون معاناتكم.